السلام عليكم، عدت إليكم من جديد. هنا مكان مكان آخر، زاوية أخرى. التقط لي المكان اللي شفناه من قبل، المسجد الأعظم، المسجد القديم القديم جدا، أو أول المساجد اللي كانت في الدولة الزيانية، ولا ربما قبل الدولة الزيانية حتى لا أخطئ في المعلومات. الناس مصطفى على شاطئ البحر، يعني الانسان نزيد نروحوا للقدام ان شاء الله نصيبوا جماهير اكثر من هذه. لكن هنا راهو قاع الصور، يعني الناس اللي مجتمعه فيه ماهيش كثافه كثيره، لكن من المساء الدنيا تتعمر اكثر واكثر. تم اصلاح هذا الشاطئ ودخلوا فيه كما يقولوا اصلاحات كثيره حتى اصبح صالحا للسباحه. هذا المنظر جميل كثير 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 فعلا. انها الجزائر البيضاء فعلا ما شاء الله. منظر جميل كثير كثير. يعني أنا ننصح الكثير من العائلات أنهم يأخذوا أولادهم وكلهم، يعني بالأمهات بالبنات بالأولاد، أنهم يستمتعوا في هذه العطلة هذه بمناظر طبيعية، لأنها هي في الحقيقة علاج للجهاز العصبي وللعقل. العقل والجهاز العصبي محتاجين كثير هذه المناظر الطبيعية لتحوي الألوان الطبيعية الزاهية التي تسمو بالنفس وتعالجها وتخرجها من الاكتئاب والقلق والوسواس وتنسيها متاعب الدنيا وهموم الدنيا وتجعلها تخطط لمستقبل أفضل وأيام جميلة أكثر وأكثر. لن نواصل ونرجع لهنا تمثال أو يقابلني. في الحقيقة عندي مدة طويلة كما قلت لكم ما جيتش للباب الواد وما جيتش لسحتو هذا وما زرتش القصبة بطابع العمل وطابع الاهتمامات ولا الأولويات الحياة البيت والأبناء. تمثال هذا جميل جدا لأكتوبر، ملحمة أكتوبر 17 أكتوبر 1961. هنا الجسر ألقي منه الجزائريين في فرنسا، يعني ذكرى مؤلمة كثير، ولكن الحمد لله وعقد العزم أن تحيا الجزائر، والحمد لله أن شعب الجزائر مسلمون وإلى العروبة ينتسب. الحمد لله. أشكركم على هذه المتابعة، ابقوا معي في فيديوهات أخرى بإذن الله سوف نستمتع أكثر وأكثر. شكرا للجميع.